تنفيذ عدد من المشروعات في مصر. مقتل وإصابة العشرات جراء الاشتباكات العنيفة بمدينة بني غازي بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة. وقتلى وجرحى في مواجهات بين القبائل والحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية. العاشرة صباحا بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش. أهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية الموجزة، استهلناها بالإيجاز في التفاصيل وعمر عبد المجيد. شكرا لك محمد، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى تفاصيل الأخبار. وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له إلى مدينة تشانغدو جنوب غرب الصين في آخر أيام الزيارة الرسمية للرئيس السيسي إلى الصين. ومن المقرر أن يتفقد الرئيس السيسي خلال زيارته إلى مدينة تشانغدو المتخصصة في الصناعات التكنولوجية الكبرى عددا من المصانع وخطوط الإنتاج لبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات في مصر والاستفادة من الخبرة الصينية لإنشاء خطوط إنتاج في مصر وتدريب الكوادر الفنية. وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أكد على عزم مصر أنها تعتزم العمل الجاد لترجمة وثيقة إقامة العلاقات الاستراتيجية الشاملة بين مصر والصين إلى واقع ملموس، ولا سيما فيما يتعلق بدعم مصر لمبادرة الرئيس الصيني لإحياء طريق الحرير وتعزيز الشراكة للمشروعات كافة. تصريحات الرئيس جاءت على هامش لقاءاته أمس بكل من رئيس البرلمان الصيني وكذلك رئيس الوزراء، ولبحث سبل دعم العلاقات بين البلدين وتطويرها في مختلف المجالات. هذا وقد شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي مراسم التوقيع على 26 مذكرة تفاهم بين الحكومة المصرية والشركات الصينية لتنفيذ عدد من المشروعات في مجالات تطوير قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة. صرح بذلك المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، مضيفا أن التوقيعات تضمنت أيضا تنفيذ مشروعات لتجديد السكك الحديدية وإنشاء قطار فائق السرعة بين محافظتي الإسكندرية وأسوان، وإنشاء مصنع لتحويل قش الأرز إلى ورق، وتسيير رحلات للطيران العارض بين مدن البلدين. أكد رئيس الوزراء المهندس إبراهيم أحلب أن أراضي الدولة المعتدى عليها سيتم استردادها، مشيرا إلى أنه توجد إرادة سياسية لتنفيذ ذلك ولن يتم التفريط في حقوق المصريين. جاء ذلك خلال زيارة محلب لمحافظة المنوفية والتي تفقد خلالها عددا من المشروعات الخدمية والتنموية بالمحافظة. الدولة مستمرة في تنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية بالمحافظات كافة، ومدينة السادات بالمنوفية سلمت 1105 وحدات سكنية لأصحابها خلال زيارة المهندس إبراهيم محلب للمحافظة. احنا لازم نشتغل، من سنة ما كانش فيه شقة واحدة من المليون وحدة، وقلنا 200,000 بإذن الله كل سنة وشغالين. كان لازم النهاردة احنا رحنا أسيوط سلمنا، رحنا العاشر من رمضان والنهاردة في السادات، وانت شفت المستوى، مستوى يليق بالإنسان، خطوة كبيرة على في طريق العدالة الاجتماعية. هي مش فكرة سكن، هي فكرة ازاي تعمل مجتمع إنساني فعلا، في الرياضة، في النادي، في وحدة علاجية، وحدة صحية، في مدرسة. المهندس محلب أكد على ضرورة إزالة التعديات على أراضي الدولة، وأن الدولة لن تتهاون في حقوقها بعد الآن. ده موضوع يعني اتفتح ومش هيتقفل إلا فعلا ما نسترد حق الدولة في كل حاجة، لأن ده حق شعب. مش ممكن أبدا أنت كمسؤول ترضى ان انت تبقى محتاج والناس محتاجة، وبعدين واحد بلا اي سند ياخد حق الشعب ويضرب بقانون عرض الحائط. كما افتتح محلب مستشفى العربي بمركز أسمون والذي يضم 300 سرير، منها 100 سرير بالمجان. صرح طبي على مستوى عالمي، لكن في رسالة اقوى من كده، ازاي المجتمع لما يشتغل كله سوا، ازاي الحب وازاي الاخلاص للوطن وازاي فعلا الاحساس بالبشر اعلى كتير من الاحساس بالمال. رجل شريف، رجل وطني، ادى وطنه كل حاجه، والنهارده بيدي مستشفى كلفت في حدود 400 مليون جنيه. الحقيقه انا سعيد وبشكره،
وبقول مصر بإذن الله طلع القدام طالما احنا كلنا مع بعض. كما تفقد محلب محطة صرف صحي زاوية رزين بالمنوفية وشهد وضع حجر الأساس لجامعة الأهرام الإيطالية بمدينة السادات. الزيارات الميدانية دي بتحل مشاكل قد ايه وبتأكد ان الخطة اللي عندك انت ماشي عليها صح. كما استقبل اهالي قرية صن صفط المهندس محلب بالعديد من المطالب لقريتهم فاستمع اليهم ووعد بايجاد حلول سريعة لمشكلاتهم. جولة كان هدفها تفقد المشروعات الانتاجية وتسليم وحدات الاسكان الاجتماعي للمواطنين بمدينة السادات بالمنوفية، لكن رئيس الوزراء المهندس ابراهيم محلب لم يكتفي بذلك بل قام بنفسه بحملة مفاجئة على التعديات على اراضي الدولة والتي تزيد على 70,000 فدان بمدينة السادات، وأصدر توجيهاته للقيادات التنفيذية بإزالتها ليؤكد أن الدولة عادت بكل قوة. من محافظة المنوفية أحمد أبو الحسن، النيل. واصلت إدارة العمل للمرور حملاتها المكثفة على الطرق السريعة وذلك في إطار رفع وزارة الداخلية الاستعدادات في كافة القطاعات إلى الحالة جيم ابتداء من أمس الأربعاء وحتى 7 يناير المقبل. وذكر مصدر بوزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة الوزارة لتأمين احتفالات عيد الميلاد المجيد، مضيفا أن الخطة ستشمل تأمين جميع دور العبادة المسيحية والمنشآت الهامة والحيوية وأماكن المتنزهات، وذلك من خلال وضع خدمات أمنية نظامية وسرية ثابتة أمام جميع الكنائس. وأشار المصدر كذلك إلى أنه تم التنسيق مع قوات المسلحة لتأمين تلك المنشآت على مدار 24 ساعة. أسفرت الحملة الأمنية الموسعة جنوب العريش والشيخ زويد ورفح عن مقتل تكفيري واحد وضبط 11 آخرين، إلى جانب حرق وتدمير 30 بؤرة إرهابية و9 دراجات بخارية. وأعلنت المصادر الأمنية أن الحملة قامت بهدم وتدمير وحرق 30 بؤرة إرهابية، منها 20 منزلا و10 من العشش الخاصة بالعناصر التكفيرية والتي تستخدمها في الاختباء بها كقواعد انطلاق لتنفيذ هجماتها الإرهابية ضد قوات الجيش والشرطة والمنشآت. كما تم حرق عدد 9 دراجات بخارية بدون أوراق والتي تستخدمها العناصر الإرهابية في مهاجمة القوات والمنشآت، علاوة على التحفظ على 3 سيارات. يشهد الفريق أول صدقي صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي حفل تخريج دفعة جديدة من ضباط الصف المعلمين، وذلك في إطار حرص القوات المسلحة على تخريج أجيال جديدة قادرة على الدفاع عن الوطن وحماية أراضيه. كان الفريق أول صدقي صبحي أكد أن القوات المسلحة ماضية بكل قوة نحو تعزيز قدراتها وإمكانياتها القتالية وفقا لأحدث النظم العالمية في كافة الأسلحة والتخصصات لحماية الأمن القومي المصري، وذلك خلال لقائه أمس بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية، حيث قام الفريق أول صدق صبحي بتكريم المتميزين منهم تقديرا لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أمن مصر القومي. التقى الفريق أول صدق صبحي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بعدد من القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين وجنود القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية. وأعرب الفريق أول صدق صبحي عن اعتزازه بالجهد الذي يبذله مقاتلو القوات المسلحة لتأمين الجبهة الداخلية واقتلاع جذور التطرف والإرهاب وحماية السواحل المصرية على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. وهنأ رجال القوات المسلحة بقرب حلول المولد النبوي الشريف وأعياد الميلاد المجيد للسيد المسيح، مؤكدا أن مصر ستظل بقيامها وثوابتها وبنسيجها الوطني نموذجا فريدا لكل الشعوب ورمزا للتماسك والتسامح والوحدة الوطنية من جيل إلى جيل. وقام الفريق أول صدق صبحي بتكريم المتميزين من رجال القوات البحرية والمنطقة الشمالية العسكرية تقديرا لما يبذلونه من جهد للحفاظ على أمن مصر القومي. حضر اللقاء الفريق محمود حجازي رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من كبار قادة القوات المسلحة.
لقي 5 جنود من الجيش الليبي مصرعهم وأصيب نحو 48 آخرين جراء الاشتباكات العنيفة الدائرة بمدينة بنغازي مع قوات مجلس ثوار بنغازي. من جهة أخرى اقتحم مسلحون تابعون لجماعة أنصار الشريعة مقر شركة تجارية في مدينة سرت شمالي ليبيا وقتلوا 14 جنديا من الجيش الليبي. يشار إلى أن جماعة أنصار الشريعة مدرجة محليا ودوليا على قوائم الإرهاب وتنسب لها واشنطن الهجوم الذي وقع على القنصلية الأمريكية في بنغازي في 2013 وأدى إلى مصرع السفير الأمريكي وثلاثة دبلوماسيين آخرين. صرح مصدر أمني ليبي بأنه تم استئناف نشاط حركة المسافرين والبضائع من المعابر الحدودية في معبر رأس الجدير والذهبية بين ليبيا وتونس. وقال المصدر إن حركة المسافرين والبضائع بين ليبيا وتونس استأنفت نشاطها تنفيذا للقرار الصادر عن السلطات التونسية. كانت السلطات التونسية أغلقت منفذها الحدودي بين البلدين خلال إجراء الدور الثاني للانتخابات الرئاسية في تونس. وقعت اشتباكات عنيفة بين اللجان الشعبية التابعة للحوثيين وعناصر من تنظيم القاعدة مدعومين بمقاتلين من القبائل في محافظة البيضاء وسط اليمن. وذكرت مصادر محلية أن عناصر القاعدة زرعت عبوة ناسفة بالمحافظة وقاموا بتفجيرها أثناء مرور سيارة عسكرية تابعة للحوثيين ما أسفر عن مقتل 5 منهم وجرح 2 آخرين. كانت اشتباكات قد اندلعت أمس بين الجانبين في منطقتي خبزة والمناسح بمحافظة البيضاء أسفرت عن وقوع قتلى وجرحى في الجانبين. قتل 5 من قاتل بشمارجة الكردية وأصيب نحو 25 آخرين في هجوم شنه عناصر التنظيم في منطقة الكوير بإقليم كردستان شمال العراق. كانت داعش قد نفذت هجومها بالمدرعات المفخخة على قوة من البشمرجة في الكوير لاستعادة السيطرة عليها بينما تمكنت القوات من صد هجوم لداعش في قرية كوشافي عربان مدعوما بطائرات قوات التحالف التي قصفت معاقل التنظيم بالمنطقة. يأتي ذلك بينما صدت قوات الجيش العراقي هجوما إرهابيا على سد حديثة على نهر الفرات وكبدت التنظيم خسائر في الأرواح والمعدات وأجبرتهم على التراجع. نفت الولايات المتحدة الأمريكية أن يكون تنظيم داعش الإرهابي قد أسقط مقاتلة أردنية شمال سوريا كانت تشارك في عمليات قوات التحالف بينما تم الكشف عن الجهة المسؤولة عن تحطيم الطائرة. كان تنظيم داعش قد بث صورا لعملية أسره طيارا أردنيا بعد إسقاط طائرة حربية بالقرب من مدينة الرقة شمال سوريا. إسقاط تنظيم داعش طائرة حربية فوق الأراضي السورية تعمل في إطار التحالف الدولي لضرب التنظيم وأسر طيارها الأردني الجنسية، تطور نوعي في تعاطي داعش مع الآلة العسكرية التي تحاول القضاء عليه. أسر مقاتلي داعش للطيار الأردني وتصويره أثناء اقتياده لمكان مجهول في محافظة الرقة شمال شرق سوريا أمر جعل كثيرين يتوقعون إعدامه من قبل التنظيم أو على الأقل استخدامه كورقة للتفاوض. ردود الأفعال الأردنية والدولية توالت ردا على هذا الحادث خاصة بعد التأكد من صحة الصور التي نشرها تنظيم داعش والتي تظهر هوية الطيار العسكري ورتبته في القوات الجوية الأردنية. الجيش الأردني اعترف في بيان له بأسر أحد طياريه محملا التنظيم ومن يدعمه مسؤولية سلامة الطيار والحفاظ على حياته. المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قال إن الطائرة المقاتلة الأردنية أسقطت بعدما استهدفتها صواريخ أرضية موضحا أن محاولة لإنقاذ الطيار قبل أسره باءت بالفشل. الأمر تطور أردنيا عند حد تشكيل العاهل الأردني الملك عبد الله غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة يجتمع فيها كبار قادة الجيش لبحث جميع السبل لإنقاذ الملازم أول معاذ الكساسبة الذي أخذ كرهينة من قبل داعش. القيادة الأمريكية الوسطى التي تشرف على عمليات التحالف الجوية فوق العراق وسوريا قالت إن الأدلة تشير بوضوح إلى أن داعش لم يسقط الطائرة على الرغم من أسره لطيارها، لكن بيان التحالف لم يكشف عن سبب تحطم الطائرة.
الأمين العام للأمم المتحدة بان كيمون أعرب عن قلقه بشأن الطيار الأردني ودعا التنظيم إلى معاملته وفق قواعد القانون الإنساني الدولي. التنظيم أعلن أنه استخدم صاروخا حراريا لإسقاط الطائرة التي يرجح بحسب الصور المنشورة أن تكون من نوع F-16، وتعد هذه العملية الأولى من نوعها لإسقاط طائرة تابعة لقوات التحالف الدولي منذ أن شنت الولايات المتحدة وحلفاؤها في 23 من سبتمبر الماضي أولى غاراتها على مواقع للمسلحين المتطرفين في سوريا بعد نحو شهر ونصف على بدء غارات التحالف الذي يضم دولا عربية من بينها الأردن والسعودية والإمارات ضد أهداف داعش في العراق. كشف وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن عملاء تنظيم داعش الإرهابي باتوا يظهرون في أفغانستان بالقرب من حدود دول آسيا الوسطى ويقتربون من حدود روسيا. وشدد لافروف في حوار صحفي على ضرورة اتخاذ إجراءات لمنع سقوط مزيد من الأراضي في أيدي المتطرفين. ولفت لافروف إلى أن هناك معلومات تشير إلى استخدام مسلح داعش أو مسلح داعش لأسلحة كيميائية، موضحا أنه وفق شهادات تدرسها حاليا المؤسسات الدولية المعنية وصل المسلحون أكثر من مرة إلى مواد سامة يمكن اعتبارها من الأسلحة الكيميائية نظرا لخطورة آثارها. احتفلت الكنائس الكاثوليكية والبروتستانت في أنحاء العالم بعيد الميلاد المجيد. وشارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس في احتفالات كنيسة المهد ببيت لحم، بينما ترأس البابا فرانسيس قداس عيد الميلاد بالفاتيكان ودعا إلى إعلاء قيم الحب والتسامح والاعتدال بين البشر. في أجواء من الفرحة والبهجة وعلى وقع التراتيل وأجراس الكنائس، احتفل أكثر من مليار شخص من المسيحيين الكاثوليك والبروتستانت في العالم بعيد الميلاد المجيد. قداسات العيد عمت الكنائس، وكانت كنائس المنطقة من القاهرة وبيت لحم في صدارة المحتفلين إلى جانب كاتدرائية القديس بطرس في روما. في مصر ترأس بطريرك الأقباط الكاثوليك الأنبا إبراهيم إسحاق قداس عيد الميلاد المجيد بكاتدرائية السيدة العذراء في مدينة نصر. وعقب القداس ألقى الأنبا إسحاق عظة العيد تحدث فيها عن ميلاد السيد المسيح عليه السلام والعائلة المقدسة. وفي بيت لحم جنوب الضفة الغربية مهد السيد المسيح عليه السلام رافق الكشافة الفلسطينيون موكب البطريرك فؤاد طوال حتى كنيسة المهد التي ازدانت بشجرة ضخمة مضاءة بالأنوار الحمراء والسوداء والفضية. وكعادته كل عام شارك الرئيس الفلسطيني محمود عباس الاحتفال بأعياد الميلاد داعيا إلى تحقيق العدالة لكل الفلسطينيين. عيد ميلاد مجيد وسعيد علينا جميعا وعليكم هنا إخوتنا وإحبتنا وفي كل العالم العربي وفي كل العالم أجمع، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يعيد هذه الذكرى علينا ونحن نتمتع بالسلام ونتمتع بالاستقرار ونكون قد انتهينا من التطرف والعنف الذي يزود بعض مناطقنا. بابا الفاتيكان البابا فرانسيس أقام في بازيليك القديس بطرس في روما رتبة القداس الاحتفالي، وبعد أن دخل إلى البازيليك يتقدمه الكرادلة على تراتيل الميلاد رفع البابا وشاحا يغطي تمثالا يمثل الطفل يسوع ويحمله طفلان سوري ولبناني وباركه بالبخور. ودعا البابا في عظة الكاثوليك إلى مواجهة الأوضاع الصعبة جدا بالمحبة والاعتدال. بما أن العالم يحتاج إلى المحبة اليوم، هل نملك الشجاعة كي نتقبل بمحبة الأوضاع الصعبة والمشاكل؟ من الذي يقف إلى جانبنا؟ يجب أن نواجه الحياة بالطيبة والوداع. رسالة الله للسلام أقوى من الظلام والفساد. تأتي كلمات البابا في ظل آلام يتعرض لها عشرات الآلاف من الناس حول العالم، لكن بالمحبة والاعتدال تتم مواجهة التطرف والغلو مع نشر رسالة السلام بين عموم البشر من خلال حوار الأديان.
قالت روسيا أن حلف شمال الأطلنطي يحول أوكرانيا إلى خط أمامي للمواجهة، وهددت بقطع العلاقات مع الحلف العسكري إذا وافق أعضاءه على انضمام كييف إليه. على الجانب الآخر، أعلن مفوض المتبردين في شرق أوكرانيا أن محادثات السلام بينهم وبين المسؤولين في الحكومة الأوكرانية كانت صعبة، مشيرين إلى أنه لم يحدد أي موعد للقاء مقبل لتسوية النزاع الذي أودى بحياة أكثر من 4700 شخص حتى الآن. يذكر أنه كان من المقرر إقامة جولة ثانية من المفاوضات غدا الجمعة في مينسك في حال نجاح الجولة الأولى. أعلن رئيس الحكومة الباكستانية نواز شريف عن إنشاء محاكم عسكرية خاصة لنظر القضايا المتعلقة بالإرهاب، تعمل لمدة عامين في إطار لمواجهة التطرف والإرهاب. وتنص خطة الحكومة العمل على قطع المساعدات المالية عن التنظيمات الإرهابية وإجراء تعديلات دستورية تتيح حجب مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت عن هذه التنظيمات، وكذلك إنشاء قوة عسكرية خاصة ضد الإرهاب. أعلن رئيس الوزراء التايلاندي تشان أو تشي عن تواصل العمل بالقانون العسكري في البلاد بهدف إعادة الاستقرار على حد وصفه. جاء ذلك في كلمة ألقاها أو تشي بمناسبة العام الجديد، أكد خلالها أنه على الرغم من انحصار موجة المظاهرات والاعتصامات إلا أن الأوضاع لا زالت غير مستقرة لأن أسباب النزاع لا تزال قائمة، مشددا على ضرورة العمل بالتوازي على ملفي المصالحة والتنمية. يذكر أن الحكومة العسكرية التي تحكم تايلاند منذ مايو الماضي قررت تأجيل الانتخابات العامة المقررة في 2015 إلى عام 2016 لإعطاء الفرصة للإصلاح بعد عقد من الصراعات السياسية. أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع حالات الوفيات بمرض إيبولا إلى 7588 حالة من إجمالي 19497 حالة إصابة مؤكدة بهذا الفيروس في غرب إفريقيا. وأضافت المنظمة أن الوباء ما زال منتشرا بقوة في سيراليون وبخاصة في شمال وغرب البلاد. أما في غينيا فسجلت حالة مؤكدة أثناء الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل أسبوعي منذ ظهور المرض بها. أما عن التراجع الفعلي لحالات الإصابة فيظهر في ليبيريا، حيث يتم تراجع الحالات لسوى 21 حالة إصابة فقط خلال الأسبوع الماضي، ولا تزال منطقة مونتوارو التي تضم العاصمة مونروفا تشهد أعلى معدلات الإصابة على مستوى الدولة. صرح خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة بأن استضافة أبناء الجاليات المصرية بالخارج وتنفيذ ملتقى خاص بهم يهدف إلى اجتذاب المصريين المقيمين في الخارج لزيارة وطنهم الأم مصر، علاوة على تنشيط الحركة السياحية في البلاد. ومن جانب من أكد المشاركون في الملتقى أن فعاليات هذا الملتقى اكتسبت أهمية خاصة لهم لأنها تعد نوعا خاصا من التواصل مع الثقافات المصرية. ما بين عروض فنية وأنغام موسيقية انصهر أبناء الجاليات المصرية المقيمة في الخارج خلال انطلاق فعاليات الملتقى الرابع لهم تحت رعاية رئيس الجمهورية، لتستقبل أرض الكنانة أبناء الجيلين الثاني والثالث في ملتقى يحمل وفقا لمنظميه أنشطة مختلفة تهدف إلى إيصال حقيقة ما يحدث على أرض الواقع في مصر لأبنائها المغتربين. زيادة الارتباط بهم بالوطن، اطلاعهم على كل الأماكن الأثرية وزيارتها، وتفاعلهم مع الشباب المصري، لأن الحقيقة تبادل الأفكار بينه وبين الشباب المصري، الشباب بيعرف هم العالم شايفنا بشكل إيه. مصر في عيوننا شعار رفعه الملتقى من خلال ترسيخ قيم الانتماء والولاء للوطن لأبناء الجاليات المصرية، وأقامت زيارات مختلفة للمعالم السياحية من بينها الأقصر وأسوان ومشروع قناة السويس الجديدة. لازم شبابنا يشارك في هذا الملتقى ليكون عشان يبقى صورة مصر في الخارج واضحة من أبنائهم، لما يجوا يشوفوا على أرض الواقع الشباب ينزلوا مصر ويرجعوا للوطن فرنسا
أبناء الجالية المصرية المقيمة في الخارج أعربوا عن سعادتهم بانعقاد هذا الملتقى الذي وصفوا بأنه همزة التواصل مع الشباب المصري ووطنهم الغالي، موضحين أنهم سينقلون الصورة الحقيقية لمصر إلى الغرب. أكيد طبعا ملاحظين تغير كبير بين السنوات اللي فاتت والسنة دي، في فرق كبير طبعا بين كلام الوزير، حتى مختلف تماما. حاسين إن في حاجات إيجابية كتير جاية في المستقبل. دي حاجات مهمة قوي إن هم الناس اللي في امريكا يشوفوا الحاجات اللي هنا ويشوفوا ان مصر كويسه، والخروجات اللي هم بيخلونا نعملها دي حاجه جميله جدا، لان هي تبع معاهم فاحنا ماشيين مع بعض، وبصراحه انا مبسوطه جدا. الملتقى يضم 350 شابا وفتاه من ابناء الجاليه المصريه المقيمه في الخارج. اسماء حسن، أميل. وختاما تذكره بابرز العناوين: السيسي يصل مدينة تشانغدو الصناعية الصينية لبحث إمكانية تنفيذ عدد من المشروعات في مصر. مقتل وإصابة العشرات جراء الاشتباكات العنيفة بمدينة بني غازي بين قوات الجيش والميليشيات المسلحة. قتلى وجرحى في مواجهات بين القبائل والحوثيين بمحافظة البيضاء اليمنية. ختام هذه النشرة، إلى اللقاء. إلى اللقاء.